كم العيب حصل فيها ايه؟ 15 الصاروخ اللي هو ابو صوت عالي اللي كان لسه ضارب دلوقتي عندك؟ لا هو اللي واخدهم مني عايز صريخ امال اللي الصواريخ دي بتعمل ايه؟ الكبيرة دي دي 35 دي صوت ولا ايه؟ العلبة دي 15 دي فيها كام دلوقتي؟ فيها 40 مكتوب عليها 50 هتلاقيهم 40 ايوه ما انا بقول لك فيها كام امال الزرقاء الكبيرة اللي هناك دي ايه؟ ده الصاروخ الصغير الأصلي كام طيب؟ انا لسه بتفرج لسه باخد فكره عن الحاجه والاسود ده ايه؟ هو عامل 40 ده سود اليوم السود كام؟ باربعه العلبه بالمتين يا باشا محمود اسمع في بكره لو عايز من دي تولع انا احسب لك 20 اه لا انا بوظته لا معلش خرابي ولاع انا بوظته اه لسه كام العلبه دي؟ عايز تسمع صوته جربه انت بولاع ها؟ تعبان ولاع العلبه دي كام؟ في اقوى منه في كل حاجه وليها ثمن في اقوى منه في اقوى منه بص 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 هيضرب جامد اهو يا عم كامل العلبه دي كامل العلبه يلا عشان نمشي انا عشان عايزيني بقى عايز علبتين بوم سنة ده أجد حاجة ده صاحبي؟ ده أجد حاجة؟ ده أجد حاجة في الصواريخ كلها 45 في كام واحد؟ 12 ده في كام دول؟ 8 ليه يا عم؟ ده الواحد بيتباع بكام ده صاحبي؟ بيتباع بكام؟ بيتباع بكام؟ هو مش الشارع كله سعر واحد ولا ايه؟ ليه قدام بكام؟ طلع واحدة صح؟ اه ادي 2 جنيه يعني هو الشارع كله بيبيع سعر واحد مفيش حد ازيد من حد صح؟
كم الواحد من دبش فروق دبكة ميزة العنطة ايه طب يا سعيد بجنيه ده طب والتاني لا ما انا فاهمه يلا يا عم انا فاهمه ماشي دول جدعانه منك يعني